بعد سنوات من توقفها، دشنت الخطوط الجوية اليمنية أول رحلة إلى أثيوبيا، وذلك ضمن خطة أولية لاستعادة كافة خطوط الرحلات الجوية وتسهيل حركة تنقل المسافرين. تحياتي لكم جميعا، وأهلا بكم إلى العاصمة السمراء أديس أبابا، وتحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. وإن شاء الله نفتح خطوط جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا. لن تكون فقط أديس أبابا هو الخط الوحيد، ولكن لدينا خطط جديدة أخرى أيضا للتدشين، من ضمنها دبي والدوحة والكويت، وهناك أيضا الكثير وكثير من المحطات بإذن الله تعالى. وقد تم في الأسبوع الماضي تدشين جدة عبر مطار ريان الدولي. الخطوط الجوية اليمنية وأثناء التدشين أكدت على تسيير رحلتين إلى أديس أبابا كل يومي أربعاء وجمعة، وهو ما يسهل حركة المتنقلين. نحن اليوم حاضرين في حضور الأستاذ محمود والأستاذ محسن حيدرة في هذا الحفل التدشيني ما بين اليمن وأديس أبابا، ونتشرف بعمل خطوط أيضا كذلك أخرى بالنسبة للخطوط الجوية اليمنية، ونحن سعيدين صراحة في هذا اللقاء الرائع في مدينة أديس. أنا اليوم مبسوطة جدا، أنا جيت ما توقعت أنه بعد هذا كل سنة أننا نرجع نجي من طيارة يمنية، وفرحانة عشان نشوف أمي وأبي إن شاء الله. إعادة الرحلات إلى أثيوبيا يأتي في إطار ما أكدت عليه الخطوط الجوية اليمنية خطة أولية لاستعادة كافة خطوط الرحلات، ونوهت الشركة حسب قول القائمين عليها إلى فتح خطوط جديدة مستقبلا إلى الرياض والدوحة ودبي. بعد انقطاع دام لسنوات، ها هي طائرة اليمنية تهبط في مطار أديس أبابا الدولي، ومعها تفتح خطوطا ومنافذ جديدة أمام المسافرين والمتنقلين. صالح حنش، الغد والمشرق، من مطار أديس أبابا الدولي أثيوبيا.